بسم الله الرحمن الرحيم. XI00 فاطمة. هو برنامج 5000 تأهيل صحي، برنامج ترف صحي، وهي تقنية ريموند فرانسيس. هنا مصفوفة معنا فاطمة وريست وسومات وبردة وبتس ديزاين وليفا تكنولوجي ثم وقفة. سنتعرض للحديث عن كل مصفوفة وتفاصيل كل حرف من هذه الأسماء. أما في ريست ففي هذا الفيديو والتسجيل ذكرنا Re-Engineering Education Status Environmental Technology. ثم سنفصل Reset وذكرنا what and why is important. واو. فهنا التفصيل في re-engineering. what is engineering؟ حتى نعرف re-engineering لازم نعرف engineering. فهنا engineering is to build up an engine. فengineering هي تكوين الانجن. while re-engineering is to dismantle the engine. يعني تفكيك الانجن. and rebuild it again. ثم تركيبه ثاني. بعد كده ذكرنا ايضا what is engine. فقلنا الانجن هو تعريف اي ماكينة او اي ماشين يشابه انجن العربية، انجن السيارة. طبعا الانجن غير الماتور ننتبه. فقلنا good example، يعني في مثل قوي جدا هو الهيومن ستوميك انجن، سميناه HSE، اي بطن الانسان. طبعا حتى الحيوان بس احنا مستهدفين الانسان. فقلنا او ال HSE تستهلك او الانسان او
بطن الإنسان هي مشابهة للإنجل. فقلنا تستهلك أكسجين عشان يتم الاشتعال أو يتم الاستفادة أو الإنسان يتحرك يحتاج أكسجين. ولكن بعد أخذ الأكسجين العادل اللي هو في الشهيق والزفير يكون ثاني أكسيد الكربون، وهذا يؤثر على جودة الهواء الداخلي indoor air quality. ثم ذكرنا إنجن العربية والسيارة كار إنجن برضو يكون يدخل فيه الغازولين ولا الغاز اللي يعتبر قابل للاشتعال، مادة قابلة للاشتعال، طبعا تحتاج إلى الأكسجين وإلى الإغنيشن أو الشرارة حتى يتم الاشتعال. فإذن الغاز عبارة عن أو الغازولين عبارة عن الأكل يأكله الإنسان، فسميناه potential energy power، يعني في طاقة كاملة زي الأكل بيب. وقلنا requires ignition and oxygen. طبعا عشان تتم الفائدة من هذه المادة اللي فيها طاقة كاملة لازم يكون في أكسجين حتى يتم الاشتعال في السقف العربية، يعني العربية لو ما في أكسجين ما تمشي. فسميناها ignition and oxygen، وهذه طبعا الضلعين من المثلث الحريق، يعني ما يتم الحريق إلا بشرارة وأكسجين، يعني المادة المشتعلة ما تشتعل من نفسها. فسميناها IAO. فعندما تشتعل تخرج لنا البوتنشال انرجي، فهنا هذه اللي تخرج اللي هي مع العادل. في حالة الـ HSE الإنسان البوتنشال الإنسان يخرج هنا هذه اللي تخرج اللي هي مع العادل. في حالة الـ HSE الإنسان البوتنشال الإنسان يخرج ثاني أكسيد الكربون، أما العربية تخرج ثاني أكسيد الكربون وأشياء أخرى وغازات ثانية. فهنا معادلة اللي هي الـ EHP اللي هي في العربية في السيارة الطاقة تقدر بالهورس باور، انرجي هورس باور. فقلنا تساوي بيب اللي هي الطاقة الكامنة وبعد الاشتعال الطاقة اللي خرجت، إذا طرحنا الاثنين من بعض تساوي زيرو في أثناء السيارة يعتبر استهلكت الباور، يعني ايدل. فايدل يعني واقفة، يعني اثناء الاشتعال السيارة واقفة استهلكت الباور وخرج العادل العكس يعني فاستهلك. فسمينا زيرو ات ايدل اللي هي زد اي اي هابند متى تحصل ان كيس اوف، فسميناها HIC هيك. فمتى تحصل الهيك اوف هيك
لما نصير الاي او او اللي هو الاجنيشن او الاكسجين يصيروا زيرو اور ات اكسجين ديبليشن، يعني استهلك الاكسجين كله. طبعا سميناها اي او دي. طبعا هذه الاسماء مهمه جدا تستخدم في الكورس. فالاي او دي وين سي او 2 رايز فالاي او دي هي السبب انه في حاله الصفر كوز باي اتش اس اي بالنسبه للانسان او بالنسبه لنا ننتج ثاني اكسيد كربون. فلو كانوا مجموعه من الناس مقفول عليهم اللي هو الاندور الكواليتي فحينتجوا ثاني اكسيد كربون ويستهلكوا الاكسجين، وهذا يسبب طبعا الاكسجين يقرب الى الزيرو ويسبب ضعف قوة الإنسان وموته. فهذا شرح لبرنامج ترف الصحة وتقنية ريموند فرانسيس. طبعا ورانا في الماتريكس هنا 40 فيديو مثل هذا الفيديو. شكراً.